عم طالع من مناخيرك. تنفيخ علاء تنفيخ هيك. تنفيخ ولا مو تنفيخ؟ هالحكي بتحكي لغيري. أول ما بحط بابا رجله بالبيت بدي أحكي له. شو دخله بابا؟ علاء حبيبي ما اتفقنا صار 100 مرة إنه المشاكل اللي بتصير بيني وبينك بتضلها بيني وبينك يا حبيبي؟ ما اتفقنا. أنا قلت لحالي أول مرة الواحد بيكبر بيتعلم، الحياة، التجربة، العمر بيغني، بس الهيئة أنت يا حسام ما عم تقدر تستفيد من حياتك ومن خبرتك. أول ما يجي بابا رح أحكي له إنك عم بتطالع من مناخيرك وخليه يربيك. شو يربيني ما يربيني؟ شو عم بعمل أنا؟ علاء تعال هون، شفنا أنت غير مرتين دخنت فيهم؟ إذا عم بتدخن من ورا ظهري وصلت لقطك مرتين، شلون لو قدامي؟ بالله شلون؟ علاء أنت مالك علاقة فيي، أنا رجل حر بذاتي، بدخن بدي دخن، ما بدي دخن مو شغلك هذا، فهمت ولا لا؟ ما أنا طالع صوتنا على الجيران. ما فهمت، طالع صوتك على الجيران. حسام حسام فهم علي، الحياة صارت صعبة، الحياة مسؤولية وإحساس، أنت ما عندك هذا الإحساس والمسؤولية، بكرة بيصير لك عائلة، أولاد، مصروف، معقولة تروحوا كله على الشحوار والدخان؟ وهلأ عم تروح تاخد خرجية من بابا اللي هو بابا العزيز علي، عم تروح بتصرفها على الدخان يا حسام؟ معقول؟ علاء مو مشكلة يعني، بس أخي هاي خرجيتي مو خرجيتك، أنت مالك علاقة فيي، أنت لك أنا حر. لا مالك حر حسام، التدخين مثل ما سمعت هلأ هلأ كانت طالعة إنه بيضرب الصحة وبالأعصاب وبالحامل خصوصاً. أنا بدي مصلحتك. لا تتفزلك، مصلحتك مصلحتي، لو تفسد علي علاء يستر عليك، لا تفسد علي. ما بقدر مصلحتي يفسد عليك. يقصف عمرك إن شاء الله. حسام شو؟ شلون بتطلعوا من مناخيرك؟ آه أنا افتحي. مرحبا خالو. أهلين. مو أنت سلوى؟ نعم. أنا خالك أخو أمك. أنت خالي حسان اللي ببانياس. ذكرتيني؟ مش نحن التقينا قبل هالمرة؟ طبعاً طبعاً. أنا لما ولدتك أمك جيت وباركت لها، شو نسيتي؟ مو متذكرة. خالو؟ أمك معلمتك إنه إذا إجاكم ضيف بتعملوا معه تحقيق قبل ما يفوت؟ عفواً، تفضل. أهلين خالو. أهلين 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 خالو. أهلا وسهلا خالو، الحمد على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك، كيفكن حبيباتي؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله الحمد لله. تفضل خالو تفضل. لا لا معلش، دلوني على المغسلة، بدي أغسل وشي بالأول لأني مشوب ميت من الشوب. تفضل خالو تفضل. أهلين خالو. هذا مو خالي؟ هذا أكيد مو خالي اللي بأميركا، يمكن خالي اللي ببانياس. شو عرفها؟ ما شميت ريحة البارفان تبعه؟ أكيد خالي بأميركا وجاي يعملنا زيارة، أساساً خالي بانياس ما أنشحه بحياته ما إجا. كمان معقولة، هلأ بنسأله. لا شو تسأله مو حلوة، هلأ بنعرف بنحكيه. شو جابنا على باله؟ مو على أساس بيكرهنا؟ سبحان مغير الأحوال. شو أنا أمكم؟ عم تعطي درس خصوصي، هلأ بتجي. خالو؟ نعم. أنت بتعرفي تساوي قهوة؟ طبعاً. شلون تشربها؟ أنا بشربها وسط. على راسي. تفضل خالي تفضل. يا أهلا وسهلا خالي، تفضل خالي تفضل. إيه ما عرفتونا، مين علاء ومين حسام؟ أنا حسام. وأنا علاء يا خالي. وشلونكم بالمدرسة؟ إن شاء الله عم تنجحوا. مثل أبي. قصده لساتنا عم نقدمها مثله. لساته عم يقدمها؟ على كل لبين ما تخلص القهوة، مين بده يرجني على البيت؟ قوم علاء قوم انت فتح، فرجي خالك على البيت. يلا تفضل خال. يلا. يا اجنبي غير شكل. تعزي بنزين تعزي، ما بنصير لك شيء. لك لا
انا خصوصي عم خفف مشان يلحقني الشرطي، بدي شلحه عصايته. لك انتبهي، لا تخلي الميتور يوقف، مجرد ما حط اجره على الارض تمشي في الشرطي. بعرف صرت بكموشي 10 مرات، تعلمت. خليني اعلمك على كل اللعبه. لا لا، بدي اخلص هي بالاول. قوم انت اقراها شوي قبل ما نبلش بالدرس. بس حتى دق التليفون لك. يلا قوم دق التليفون. الو، مرحبا استاذ، انا لبيب ابن ابو لبيب. استاذ ما راح اقدر اجي على التنس اليوم، عندي دراسه. شكرا، يعطيك العافيه استاذ. ليش عم تكذب؟ الكذب مو منيح. ما عاد الحق، الدرس الساعه 4. بتلحق، شغلتنا كلها نص ساعه زمن. هلا صارت الساعه 3:30. قديش؟ 3:30. 3:30؟ ليش قديش فكرتيها؟ انا من كل عالي فكرتها شي الساعه 12. لازم نمشي. بكره بجي بعطيك الدرس. عندك شي بكره؟ لا. اي خلص، بكره الساعه 11 الصبح بكون عندك. خاطرك. الله معك. لا لا معلش، ما في داعي هلا. لك خليكي، لانه نحن متعودين نحاسبك على الحاره. جمعي لي اياهم معك. طب استني شوي، عم بحط غدا انشغلت عندك، مشان الله ما تواخذيني. خليكي تغدي معنا. لا لا، بدي اروح اغدي اولادي، تاخرت عليهم. بتعرفي انت اول انسه لبيب بيتحمل هيك، كل الانسه اللي اجوا قبلك كانوا يطفشوا ما يتحملوا منه. ان شاء الله بتضبط الامور، انا تاخرت كثير عن اذنك. طيب ماشي، الله معك. بجوز تشتغل اضافي. بابا انت مثل كل الرجال، بس بدهم حجه على نسوانه. لا مو حجه لك ابي، هلا بلحظه مثل اللحظه شو بدنا نقول له للضيف؟ استنى لترجع المرأة من الشغل بعدين ما بطعميك. لا تقول له، تخلق انت ما بتعرف يعني تحط البطاطات بالمي وتشعل تحتهم الغاز شلون شويه ملح. هلا اذا اجى لعنا ضيف بدنا نطعميه بطاطا مسلوقه نحن. لا، حط له معلقه دبس بندوره بتصير مرأة. والرز شلون بدي اطبخ الرز بدون ما يطلع ملبن؟ بسيطة، كاسة رز بدها كاستين مي. الله لا يعطيكي عافية، ليش ما قلتيلي لما دلقت 9 كاسات مي على الرزاق؟ شو بعرفني كم كاسة رز حطيت؟ لك خلني، أنا بس بدي أعرف طالما بتعرفي هالتعليمات وهالمعلومات هي كلها، ليش ما طبختي أنت؟ ما بعرف، مين قال لك بعرف؟ ما بتعرفي ليش عم تسألي علي بابا؟ ليش؟ بابا أنا قريتهم بكتاب الشيف رمزي، سعرتهم عند رفيقتي، يعني بعرف نظري مو عملي. ها، أكلنا نظري نحن يعني. صلى على ديك الأيام. أمكم لما كانت صغيرة هالقد هيك طولها طول الأرجيلة، لما كانت تجيب الجلاء وفي وسط واحد ما تسترجي ترجينا إياه. خالو ليش، شو كنت تساوي اذا كان في وسط؟ اول شغله كنت اعملها كنت اسفق هداك الكف ارفعها عن الارض متر. لبين ما تستوعب شو اللي صار كنت شلحتها نشاط ونزلت فيها سفه طخ طيخ طخ طيخ. بهالحاله لما الواحد بياكل قتله بالنشاط ما بيعود بصير له مجال للتفكير. محرزه مشان شقفه وسط تعمل كل هالعمايه؟ طبعا محرزه، نحن عيلتنا من يوم يومها معروفه بالتفوق. ستك لما اخذت شهاده البكالوريا كان وقتها بكل سوريا ما في 10 نسوان معهم بكالوريا. ستي يلي هي ست ستك الابتدائية اللي أخدتها السيرتيفيكا لهلا معلق عندي بالحيط، أخدتها بسنة 25 بالوقت اللي نسبة الأمية كانت 99%. مشان هيك عم قلكم إنه بيت الأبرين متفوقة، يعني الشهادات اللي عنا مطرشة طرشة على الحيطان. بكر خالو بكر. أخي حسان هون؟ يا ميت أهلين وسهلين. وأخيراً يا ميت أهلاً وسهلاً. ليش ما اتصلت إنك جاي؟ كنا رحنا استقبلناك. إيش لو بدي اتصل؟ ما عندكم تليفون؟ طمني بالأول، كيف رئيفة والولاد؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله كلهم بخير ويسلموا عليك. إيه الحمد لله. تفضل أخي، تفضل. خالي تفضل تفضل. تفضلي أمي تفضلي. كنت جيبهم معك، ليش أجيت لحالك؟ ستي بكرة بتملي منهم لأنه نحن جايين نسكن هون. وملكك ورزقك هونيك، شو بدك تعمل فيه؟ رح أخلي واحد من الولاد يديرهم، لانه بصراحه بدي اشتغل بالسياسه.
سياسة شو؟ هلأ افتنط؟ ليش هيك عم تحكي اختي؟ يعني أنا هلأ مو خر السياسة؟ لا مو هيك، بس بالعادة العالم بيلحقوا السياسة وقت اللي بيكونوا ولاد، مو وقت اللي بيكبروا. أنا مو سياسي سياسي هلأ بدي اشتغل. لكن سياسة شو؟ أنا هلأ بدي رشي حالي على الانتخابات. رشي حالك هونيك؟ هونيك العالم تعرفك أكتر؟ إيه بس أنا نفوسي هون ودائرة الانتخابية هون. بعدين مين قال لك إنه ما حد بيعرفني هون؟ أي اللي بيعرفك هون بيكون نسيك، صار لك 10 سنين ما أجيت عالشام. مين قال لك صار لي 10 سنين؟ أنا كل أسبوع بجي مرتين عالشام، ما بتصير مناسبة إلا بجي أنا والولاد. ليش ما كنتوا تطلوا لكان؟ كنا نجي ونرجع بنفس النهار، ما نلحق. إيه كنتوا تتصلوا؟ منروح لعندكم مطرح مالكم موجودين. لسا بتقلي تتصلوا، ليش عندكم تليفون أنتوا؟ على كل ولا همك أختي، أنا رح أسعالكم بتليفون، ما بيصير هيك. وينو أبوكم؟ كمان لسا ما رجع؟ أبي جوا بالمطبخ عم يطبخ. استريح أخي، هلا بنتغدى وبنحكي. إيه شو عم تطبخوا؟ اسمعي جمانة، هاي شغلة الإضافة ما حبيتها، ما بصير نحن اثنين نغيب على البيت. شلون ما أقول لك إنه بدي أعمل دورة كمبيوتر لك؟ ولا شو هذا الكمبيوتر؟ اكتشفت إنه من الضروري كل إنسان يتقن استخدام الكمبيوتر، يلي ما بيعرف بالكمبيوتر بهالعصر يعتبر أمي. هلا إيميني من شغلة الكمبيوتر وقولي لي، ابن الكمبيوتر هذا أخوكي بده ينام عنا؟ ما بعرف، معقولة أسأله هيك سؤال يعني؟ طب أنا لازم أعرف. شو فرقت معك أنت؟ لك شلون شو فرقت؟ بدي روح على الشغل أنا. أي شغل؟ إن شاء الله بدك ترجع للحفر؟ لا شو حفر؟ شو ما أنا طابخين كوسة وما حفرنا كوسة؟ ما حفرنا كوسة؟ إيه بدي روح، طبعاً بدي روح. اشتغل شغلة تانية. شوفي أنا اقتنعت بشغلة منصور هي تبع ال... رح اشتغل بس هديك كإجراء تكتيكي، لكن استراتيجياً أنا كل خميس لازم... تبع منصور بالكازينو؟ بابا شو بدك تشتغل بالكازينو؟ مدير حسابات بابا، شو بدي اشتغل بالكازينو رقاصة انا؟ اكيد مدير حسابات. بعدين ليه عم تسألي؟ قومي عندي عند خالك انت، قومي. شو بدك فيي؟ شو بدك قدام الاولاد اني انا بدي اشتغل كرسون؟ انا قلت بالكازينو ما قلت كرسون. انا حتى كلمة كازينو ما بدي اياهم يعرفوها. تصوري يعرفوها هدول الشابين اللي عندي بكره يقضوه على تنقيط بالكازينو على دول. لبنوا. دايما ان شاء الله اختي. صحة وهنا اخي، شرفت، تفضل. ما اكلت مني، شو بدي اكل يعني؟ الرز اللبن اللي عامل لي اياه ما في شيء بشهي. ورجي عزرك ولا تورجي بخلاب. خالو بدي اسالك سؤال، هلا شو بتستفيد اذا رشحت حالك للانتخابات؟ شخصيا ما في فائدة غير الوجاهة، بس يعني بصير الواحد يعني بيقدر يخدم اصحابه قرايبينه ويلي بيقدر يخدمهم. ايه ولا تنجح بالاول؟ هو النجاح شبه مضمون، أنا ما رشحت حالي من حالي. يعني القاعدة الشعبية دفشتك وأصرت عليك إنك تترشح؟ كله حسب الأصول، يعني مو معقول أحط اللي تحتي واللي فوقي مشان هيك الشغلة تطلع فالصو. الله يقدم اللي فيه الخير. الحمد لله الحمد لله. على كل أنا جاي مطالب مساعدتكم. من جهتنا أصواتنا المبحوحة لك، اللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. موضوع أصواتكم، أنا أصواتكم بعرف إنه إلي، لأنه مو معقول تعطوا أصواتكم للغريب وتتركوا القريب. لكان بشو منقدر نساعدك؟ أنا كل معارفي على مستوى، مالي غير 4-5 من العامة، ومو معقول أكسر نفسي إلهون، منشان هيك أنا بدي مساعدكم. طيب بشو منقدر نخدمك نحنا؟ بدياك أنت وجمانة تأمنوا لي كم واحد من زملائكم وزميلاتكم يوقفوا لي وكلاء على سندي. حكينا بصراحة حسان، الجماعة اللي داعمينك مرضي عنهم ولا في إنه؟ طبعا مرضي عنهم، لكن معقولة زدت حالي هيك زدتي بدون ما أعرف إنه كل شيء تمام؟ أنا مو مشاني، من جهتي راح أدعمك كيف ما كنت، ابن حماي أنت، بس ما بدي يتورطوا الناس اللي بعرفه يطلعوا لي داعمينك مو مرضي عنهم. ها يا بي حلي عن راسي بقى. Bye.
44؟ حسام 44؟ زانتو. شو عم تعملوا هنا؟ تنفيخ يا أزعر، مو؟ أخي أنت شو دخلك فيي؟ مسؤول عني ولي أمري، أنا اللي لازم حاسبك مو أنت؟ هيك المفروض، لأنه حضرتك حسام الكبير وحضرتي علاء الصغير، بس من كتر مو حسام الكبير قليل ترباية أكتر من علاء الصغير، صار العكس، فهمت ولا لا؟ حط من إيدك حط، حطوا له. رح حط من إيدي، بس بإيد البابا. علاء بكسر راسك ها؟ فهمت ولا ما فهمت؟ ما عم بفهم. اسمع علاء، ترى بنزل فيك نجر قتل نجر قتل نجر قتل. بابا لك بس ولا لا تعيط لا تعيط فهمت؟ اسكت 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 اسكت. علاء 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 قوم بلا غلاظة يلا قوم بلا مزح علاء 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 قوم ولا بابا ولي شو بقى صبيحه دير بالك هالمرة ها ليقوموا يشلحوك هويتك لا لا تخافي هالمرة مو لحالي أنا أمي يا بي علاء بدري شو صار له شو صار له؟ ما بعرف انا ما بعرف ما دخلني كان عامل اصابع رجلي هيك وعامل هيك ما بعرف انت تعرف شو بدك؟ علاء شو صار؟ شو صار؟ حسام فهمني شو القصة؟ روح ورا الدكتور معزن بسرعة تمام بسرعة علاء 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 حاجة تنويح شو بكم طولوا بالكم لنشوف شو بدك علاء علاء واقف لشو؟ في نبض جيبي لي مراية لك هلا معك المراية شو بدك المراية؟ لك شو بكي عم تعيطي علي هذا ابني مثل ما هو ابني علاء المراية مشان نشوف اذا عم يتنفس ولا لا بسرعة هاتي لشو؟ علاء ليك كان في غباء لا مو انا نسي شو؟ في غباء شو عم يتنفس بس النبض ضعيف يمكن معه هبوط بالضغط يا خطر يا الله مو خطر بابا بس ما بعرف الاعمار بيد الله لك شو الاعمار بيد الله قول كلمة طمعي شو دكتور انا يلا رح البس مشان لحيت دكتور علاء دكتور علي يرجع علي علاء علاء شو صار طول هلا تعال ولا شوف اللي بالاول كيف صارت الحادثه دكتور بقول لك بس ما بتجي بصير لحد ايدي بزنها قول خلصني كنت عم بمزح معه كمشته من ورا وسددت له تمه انفه خوضا بين ايدي منيح قلت لي لحتى اعرف شخص شر هلا بيرجع امي عشان دكتور بعده هيك عنه خلوه يتنفس بعده هيك علاء علاء شو عم بسرعه حدا يوقف تاكسي لحتى ناخذه على المستشفى مشان نعمل له اسعاف اوليه مستشفى ليش مستشفى شو دكتور حالته خطره لا لا مو لهالدرجه بس لازم اسعاف ماشي ناخذه على المستشفى انتم ما تروحوا معنا ما بدنا نفتح مناحه على الصبي علاء ما بدنا حدا يدوق عليه نحن علاء علاء لك علاء شو ما بهمك علاء و
بالجنة ما؟ لا لا انت هون بالمستشفى بالحفظ والصوم طمع. نادي لأبو إذا بتريدي لكو برا. خليك خليك. عفوا طمني دكتور. ولا يهمك اطمن صار مثل الأحصان وأحسن. يا عم شو عليك يا حيف عطشان اللي بتخمى بدون سبب. بدون سبب أبي بدون سبب. حسام حط إيديه ورجلي علي وخنقني. ليش خنقك؟ كنتوا عم تمزحوا مزح جماشي مثل العادة. لا مو مزح جماشي. ما لقيته غير مسكر لي انفي ومناخري وقدري وما خلاني اتنفس، ما بعرف ليش. طيب ليش بده يخنقك؟ ما بعرف. يمكن مشان الورثة. خليك معي، أنا ورثة. إذا صار لك شيء أخوك بده يوفي ديوني، قال ورثة قال، بس أنا بفرشي، أنا بفرشي. طب البلد، أستاذ سعيد، أستاذ سعيد.